معكم أحمد أبو هدوان ابن عائلة أبو هدوان. طبعا أنا من باب المغاربة بجانب حائط البراق. إحنا هون من عدة سنوات كتيرة، يعني مش قليلة بس بأكتر من هيك، يعني أكتر من أقل من 4 5 سنوات. طبعا هذه الفترة صارت المضايقات والاستفزازات كتير المستوطنين وجيش الاحتلال. احنا بنحكي عن موضوع هلا انه بيحاولوا اكثر ما فيهم انهم ياخذوا منطقه الارض، هذه الجراج اللي بتسمى لنا، يعني انه بالنسبه للارض لنا بيحاولوا ياخذوها باي طريقه باي وسيله، بحجه انه تصير ممر عام لكل المستوطنين ولليهود. وللعلم كمان انه اذا صاروا تداخلت هذه محل استراتيجي طبعا لهم بالنسبه لحائط البراق، انهم قريب لحائط البراق، وراح يكون في مضايقات واستفزازات زياده كمان بالنسبه لبيوتنا. زي ما انت شايفه اكيد انه بيوتنا بالضبط الحيط بالحيط لهذه الارض، وكل سنه تقريبا من حوالي ل3 ل4 مرات بصير عندنا هجوم مستوطنين، هجوم بحمايه الجيش الاسرائيلي طبعا على بيوت، من تكسير بيوت، تكسير سيارات. طبعا مرات في عندنا اصابات بصير عندنا من الهجوم تاعتهم. مرات في كمان فترة من الفترات انحرقت البيوت عندنا منهم. يعني بيحاولوا بأي طريقة انهم يستفزوا ويحاولوا انه يسووا مشاكل على اساس انه بأي طريقة انه ياخذوه، يقول لك انه انت تعاون مشاكل تعاون اشي. يعني اذا صاروا اتاخذت هذه الارض لا سمح الله، ان شاء الله يا رب ما بنولوها، راح يصير مضايقات كتير بخصوص انه لا في صفات سيارات طبعا لا إلنا ولا لا طبعا لا الجيران. عندنا هون احنا 7 بيوت، الكل عنده طبعا سيارة، مادام ما إذا لا سمح الله راحت هذه كمان ما في لنا صفات طبعا للسيارات، راح يصير مضايقات بزيادة. هيك بيصير كمان خنقة بزيادة للبيوت بالنسبة لنا وللجيران، وراح يصير مضايقات طبعا لما يمرقوا من هون، إلا لا يعني فيش ولا يوم بمرقوا من هون إلا لما يسبوا أو يغلطوا طبعا كلام مش صالح لنا يعني. وكله بيوت طبعا هون، انت الكل بيعرف انه البيت الا في حرمه، في بنات، في طبعا اشياء، فهذا يعني مشكله كبيره راح تصير لقدام يعني اذا صارت واتخذت هذه. وصار لهم فتره يعني يوم بيجوا مرتين او ثلاثه عنا، بحاولوا استفزاز طبعا من جهه شرطه او بلديه، بحاولوا يقولوا لنا طبعا قيموا البوابه اللي حاطينها طبعا هذه للجراج، وفي عندك كمان تسكير من الجهه الثانيه. احنا كل ما نحط طبعا اشي ونسكر علينا الارض حماية لها بيجوا بيهدوها طبعا، وفي صور وفيديوهات طبعا توثق هذا الاشي انه كيف بيجوا وكسروا الباب ومزعوهم وقاموهم من محلهم وضلهم طالعين. طبعا بنتوجه للشرطة بقولنا روحوا للبلدية، تروحوا للبلدية بقول لك روح للطبيعة، يعني كلهم بقيم على الثاني ومش فيش حدا فايدنا. هلا امبارح واول طبعا اجوا وحاولوا يستفزوا، ليش انتم موجودين بهذه الارض؟ هذه الارض مش الكم. طبعا بقول لك طب فرجينا اوراق، بنقول له الاوراق موجوده، فاكثر من مره يجي يضرب الاوراق بايده ويقول لك احنا مش تعاون اوراق، بدناش نشوف الاوراق. ف يعني بحاولوا انه يقول لك اطلع من هون باي طريقه. هذا احنا حكينا طلعنا قرار انه هذا راح يكون ممر، يعني بدك او ما بدك راح تتاخذ هذه الارض. فان شاء الله احنا بكل الاحوال بكل الوسائل بنحاول ان شاء الله يا رب انه ندافع عن هذه الارض انه ما تروح من ايدينا يعني.